جي سنايي بي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السهي ثلاثي مديث فيه بدنك الثلاثي مديث فيه لدوازة أبواب مشهورة أسباب أول بروزن أفعل يفعل يفعل جن الإكرام ويزد كردن أكرم يكرم إكراما فهو مكرم وأكرم يكرم إكراما فذاك مكرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لن يكرم لا يكرم الأمر منه أكرم لتكرم ليكرم ليكرم النهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم والظرف منه مكرم مكرمان. باب دوم بروزن فعل يفعل تفعيلا جن التكريم ويزد كردن كرم يكرم تكريما فهو مكرم وكرم يكرم تكريما فذاك مكرم لم يكرم لم يكرم لا يكرم لا يكرم لن يكرم لن يكرم الأمر منه كرم لتكرم ليكرم ليكرم النهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا يكرم الظرف منه مكرم مكرمان. باب سيبون بروزن فعل يفعل مفعلة شن المقاتلة بايك ديجر جن كردن قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل وقتل يقاتل مقاتلة فذاك مقاتل لم يقاتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لن يقاتل لن يقاتل الأمر منه قاتل لتقاتل ليقاتل ليقاتل والنهي عنه لا تقاتل لا تقاتل لا يقاتل لا يقاتل والظرف منه مقاتل مقاتلان. باب تارون بروزن تفعل يتفعل تفاؤلا شن التصرف جديدا تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف ومتصرف يتصرف تصرفا فذاك متصرف لم يتصرف لم يتصرف لا يتصرف لا يتصرف لن يتصرف لن يتصرف الأمر منه تصرف لتتصرف ليتصرف ليتصرف النهي عنه لا تتصرف لا تتصرف لا يتصرف لا يتصرف والظرف منه متصرف ومتصرفان. باب فنجم بروزن تفاعل يتفاعل تفاعلا شن التضارب بايك ديجر زدا تضارب يتضارب تضاربا فهو متضارب وتزورب يتضارب تضاربا فذاك متضارب لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب الأمر منه تضارب لتتضارب ليتضارب ليتضارب النهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب الظرف منه متضارب متضاربان. باب الششم بروزن افتعل يفتعل افتعالا شن اكتساب كسكردن اكتسب يكتسب اكتسابا فهو مكتسب واكتسب يكتسب اكتسابا فذاك مكتسب لم يكتسب لم يكتسب لا يكتسب لا يكتسب لن يكتسب لن يكتسب الامر منه يكتسب لتكتسب ليكتسب ليكتسب والنهي عنه لا تكتسب لا تكتسب لا يكتسب لا يكتسب والظرف منه مكتسب مكتسبان. ما بيفتن بروزن انفعل ينفعل انفعالا جن الانصراف جرديدا انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف وانصرف ينصرف انصرافا فذاك منصرف لم ينصرف لم ينصرف لا ينصرف لا ينصرف لن ينصرف لن ينصرف الامر منه انصرف لتنصرف لينصرف لينصرف النهي عنه لا تنصرف لا تنصرف لا ينصرف لا ينصرف وظرف منه منصرف منصرفان. ما بيعشتن بروزن استفعل يستفعل استفعالا جن الاستخراج طلب خروج كردن استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج واستخرج يستخرج استخراجا فذاك مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج لن يستخرج الامر منه استخرج لتستخرج ليستخرج ليستخرج والنهي عنه لا تستخرج لا تستخرج لا يستخرج لا يستخرج والظرف منه مستخرج مستخرجان. باب النوم بروزن افعل يفعل افعلالا جن الاحمرار سرخشدا احمر يحمر احمرارا فهو محمر وحمر يحمر احمرارا فذاك محمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم يحمر لا يحمر لا يحمر لن يحمر لن يحمر الامر من احمر 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 لتحمر 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 ليحمر 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 وظرف والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر والظرف منه محمر محمران. باب دهون بروزن افعال لا يفعال افعلالا تن الاحمرار بسيار صرف شدا احمار يحمار احمرارا فهو محمار واحمور يحمار احمرارا فذاك محمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لا يحمار لا يحمار لن يحمار لن يحمار الامر منه احمار 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 لتحمار 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 ليحمار 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 والظرف منه والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا تحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر لا يحمر والظرف منه محمار محماران. باب يزدهم بروزن افعول يفعول افعيالا جن الاحديداب كجب الشدان احداد بيحداد باحتداب فهو مهداد وحدود بيهداد باحتداب فذاك مهداد لم يحداد لم يحداد لا يحداد لا يحداد لن يحداد لن يحداد الامر منه احداد لتحداد ليحداد ليحداد والنهي عنه لا تحداد لا تحداد لا يحداد لا يحداد والظرف منه مهداد مهدادبان.
باب دوازون بر وزن اف اول يفعول اف اولا تون الاجلواز بشتاب رفتن اجلوز يجلوز اجلوازا فهو مجلوز وجلوز يجلوز اجلوازا فذاك مجلوز لم يجلوز لم يجلوز لا يجلوز لا يجلوز لن يجلوز لن يجلوز الامر منه اجلوز لتجلوز ليجلوز ليجلوز والنهي عنه لا تجلوز لا تجلوز لا يجلوز لا يجلوز والظرف منه مجلوز مجلوزان رباعي مجرد بدنك رباعي مجرد را يكبر مشهور اصبر وزن فعل ليفعل لفعل لا تنشن الدهر جئت غلطانيدا دحرج يدحرج دحرجنا فهو مدحرج ودحرج يدحرج دحرجنا فذاك مدحرج لم يدحرج لم يدحرج لا يدحرج لا يدحرج لن يدحرج لن يدحرج الأمر منه دحرج لتدحرج ليدحرج ليدحرج والنهي عنه لا تدحرج لا تدحرج لا تدحرج لا تدحرج لا يدحرج لا يدحرج وظرف منه مدحرج مدحرجان رباعي مزيفي بدنك رباعي مزيفي السبب مشهورة باب أول بروان تفاعل لا يتفاعل تفاعلا التدحرج غلطيدا تدحرج يتدحرج تدحرجا فهو متدحرج وتدحرج يتدحرج تدحرجا فذاك متدحرج لم يتدحرج لم يتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج لن يتدحرج لن يتدحرج الامر منه تدحرج لتتدحرج ليتدحرج ليتدحرج والنهي عنه لا تتدحرج لا تتدحرج لا يتدحرج لا يتدحرج والظرف منه متدحرج متدحرجان باب دوم بر وزن افعل لا يفعل له افعل لا لن تنال الاقشعرار موي بر بدن بر خاصتن اقشعر يقشعر اقشعرار فهو مقشعر يقشعر ويقشعر يقشعر يقشعر فذاك مقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لم يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لن يقشعر لن يقشعر الأمر منه يقشعر 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 لتقشعر 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 ليقشعر 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 والنهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا تقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر لا يقشعر والنهي عنه والظرف منه مقشعر مقشعران باب السفوم بروزن افعن لا يفعن لو افعن لالا تن الاحرنجام انبه جدا احرنجم يحرنجم احرنجما فهو محرنجم واحرنجم يحرنجم احرنجما فذاك محرنجم لم يحرنجم لم يحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم لن يحرنجم لن يحرنجم الامر منه احرنجم لتحرنجم ليحرنجم ليحرنجم والنهي عنه لا تحرنجم لا تحرنجم لا يحرنجم لا يحرنجم والظرف منه محرنجم محرنجمان ابواب مثال ثلاثي مجرد باب اول مثال واوي اسباب ضربات الوعد والعيده وعد كردان وعد يعيد وعد وعيده فهو وعيد ووعد يوعد وعد وعيده فذاك موعود لم يعد لم يوعد لا يعيد لا يوعد لن يعد لن يوعد الامر منه عيد لتوعد ليعد ليوعد والنهي عنه لا تعيد لا توعد لا يعيد لا يوعد وظرف منه موعد والجمع مواعد ولاله منه ميعاد ميعاده ميعاد والجمع مواعد ومواعيد وافعل تفضيل المذكر منه اوعد والجمع اواعد والمؤنث منه وعد وعديات وعد باب الدوم مثال يعي أسباب الزربات اليسر والميسر قمار باختان يسر ييسر يسر وميسر فهو ياسر ويسر يسر يسر وميسر فذاك ميسر لم يسر لم يسر لا يسر لا يسر لن يسر لن يسر الأمر منه يسر لتسر ليسر ليسر والنهي عنه لا تيسر لا تسر لا يسر لا يسر وظرف منه ميسر والجم مياسر ورآلة منه ميسر ميسرات ميسر والجم مياسر ومياسر وأفعل تفضيل المذكر منه أيسر والجم أياسر والمؤنث منه يسرى يسريات يسر باب السفون مثال وهذه أسباب السامعات الوجل ترسيدا وجل يوجل وجلا فهو واجل ووجل يوجل وجلا فذاك موجول لم يوجل لم يوجل لا يوجل لا يوجل لن يوجل لن يوجل الامر منه ايجل توجل يوجل يوجل والنهي عنه لا توجل لا توجل لا يوجل لا يوجل والظرف منه موجل والجمع مواجل والآلة منه ميجل ميجلة ميجال والجمع مواجل ومواجيل وافعل تفضيل المذكر منه اوجل والجمع اواجل والمؤنث منه وجل وجليات وجل باب تعرم مثال واوي اسباب كرمات الوسام والوسامة حسين شدا وسم يوسم وسام ووسامة فهو وسيم لم يوسم لا يوسم لن يوسم الامر منه اوسم ليوسم والنهي عنه لا توسم لا يوسم والظرف منه موسم والجم مواسم والآلة منه ميسم ميسمة ميسام والجم مواسم ومواسم وافل تفضيل المذكر منه اوسم والجم اواسم والمؤنث منه وسم وسميات وسم ابواب مثال ثلاثي مزيفي باب أول مثال وابي أسباب إفعال تن الإيقاد وتشفرخ دم أوقد يوقد إيقاد فهو موقد ووقد يوقد إيقاد فذاك موقد لم يوقد لم يوقد لا يوقد لا يوقد لن يوقد لن يوقد الأمر منه أوقد لتوقد ليوقد ليوقد والنهي عنه لا توقد لا توقد لا يوقد لا يوقد والظرف منه موقد موقدان
باب دوم مثالي واوي از باب تفعيل چون التوكيل سپورت كردن وكل يوكل توكيلا فهو موكل ووكل يوكل توكيلا فذاك موكل لم يوكل لم يوكل لا يوكل لا يوكل لن يوكل لن يوكل الأمر منه وكل توكل يوكل يوكل والنهي عنه لا توكل لا توكل لا يوكل لا يوكل والظرف منه موكل موكلان. باب السفوم مثال وفي أسباب مفاعلة المواظبة مسلسل كار كردم واظب يواظب مواظبة فهو مواظب ووظب يواظب مواظبة فذاك مواظب لم يواظب لم يواظب لا يواظب لا يواظب لن يواظب لن يواظب الأمر من واظب لتواظب ليواظب ليواظب والنهي عنه لا تواظب لا تواظب لا يواظب لا يواظب والظرف منه مواظب مواظبان. باب چارم مثال واوي أسباب تفاعل التوكل توكل كردم توكل يتوكل توكلا فهو متوكل وتوكل يتوكل توكلا فذاك متوكل لم يتوكل لم يتوكل لا يتوكل لا يتوكل لن يتوكل لن يتوكل الأمر من توكل لتتوكل يتوكل يتوكل والنهي عنه لا تتوكل لا تتوكل لا يتوكل لا يتوكل والظرف منه متوكل متوكلان. باب بنجم مثال واوي أسباب افتعال چون الاتقاد آتش فروختم اتقد يتق اتقد يتقد اتقاد فهو متقد واتقد يتقد اتقاد فذاك متقد لم يتقد لم يتقد لا يتقد لا يتقد لن يتقد لن يتقد الامر منه اتقد لتتقد ليتقد ليتقد والنهي عنه لا تتقد لا تتقد لا يتقد لا يتقد وظرف منه متقد متقدان. باب الششم مثال واوي اسباب استفعال چون الاستجاب تدوار چیزی شدن استوجب يستوجب استجابا فهو مستوجب واستوجب يستوجب استجابا فذاك مستوجب لم يستوجب لم يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لن يستوجب لن يستوجب الامر منه يستوجب لتستوجب ليستوجب ليستوجب والنهي عنه لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجب لا يستوجب والظرف منه مستوجب مستوجبان. استوجب 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 استوجبوا استوجبت استوجبتا استوجبنا استوجبت استوجبتما استوجبتم استوجبتي استوجبتما استوجبتن استوجبت استوجبنا استوجب 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 استوجبت استوجبتا استوجبنا استوجبت استوجبتما استوجبتم استوجبتي استوجبتما استوجبتن استوجبت استوجبنا. يستوجب يستوجبان يستوجبون تستوجب تستوجبان يستوجبن تستوجب تستوجبان تستوجبون تستوجبين تستوجبان تستوجبن استوجب نستوجب. يستوجب يستوجبان يستوجبون تستوجب تستوجبان يستوجبن تستوجب تستوجبان تستوجبون تستوجبين تستوجبان تستوجبن استوجب نستوجب. لم يستوجب لم يست لم يستوجب لم يستوجب لم يستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم يستوجبنا لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجبنا لم استوجب لم نس لم نستوجب لم يستوجب لم يستوجب لم يستجب لم يستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم يستوجبنا لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجب لم تستوجبنا لم استوجب لم نستوجب. لن يستوجب لن يستوجب لن يستوجب لن يستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن يستوجبنا لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجبنا لن استوجب لن نستوجب. لن يستوجب لن يستوجب لن يستوجب لن يستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن يستوجبنا لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجب لن تستوجبنا لن استوجب لن نستوجب. استوجب 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 استوجبي استوجبا استوجبنا لتستوجب لتستوجب لتستوجبا لتستوجب لتستوجبي لتستوجبا لتستوجبنا ليستوجب ليستوجب ليستوجبا ليستوجب لتستوجب لتستوجبا ليستوجبنا لأستوجب لنستوجب. ليستوجب ليستوجب ليستوجبا ليستوجب لتستوجب لتستوجبا ليستوجبنا لأستوجب لنستوجب. لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجبا لا تستوجب لا تستوجبي لا لا تستوجبا لا تستوجبنا لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا تستوجبنا لا يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجبنا لا استوجب لا نستوجب. لا يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لا يستوجب لا تستوجب لا تستوجب لا يستوجبنا لا استوجب لا نستوجب. شابش بي شابش شابش بي اس طرح بہترین یاد کرو بھائی. دیکھو آدھے صرف ہی تو آپ بن چکے ہیں بھائی، اب تھوڑا سا ہی رہ گیا انشاءاللہ. یہ کچھ ابواب ہیں، ان میں ذرا تعلیلات زیادہ ہیں، تو ان کو بھی خوب پختہ کر لو انشاءاللہ بھائی. انشاءاللہ پھر کوئی صیغہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے نکالنا، جو صیغہ آئے گا
فوراً آپ بتا سکیں گے بھائی. سمجھ میں ہے؟ صرف یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو صیغہ ہے اس کو نکال سکے بھائی. بس بعض لوگ ٹیڑے میڑے صیغے لے کر اس کے ذریعے امتحان لیتے ہیں. نہیں یہ ضروری نہیں ہے بھائی. سمجھ میں ہے؟ ہاں جو معروف ہیں استعمال ہوتے ہیں کتابوں میں آتے ہیں وہ آپ کو سارے آنے چاہیے. تو کوئی پریشان کرتا ہے ٹیڑے صیغے وہ آپ پھر الگ مشق کر لیں اس کی بھائی. وہ مل جاتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے. تو ان صیغوں کا نہ آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی. وہ تو استعمال ہی نہیں ہوتے بھائی, یا ہوتے بھی ہیں تو اتنے نادر ہوں گے کہ. اچھا تو بس مشہور صیغے انسان سارا کتاب کی عبارت وغیرہ پڑھنا چاہے آرام سے پڑھ سکے, بس یہ صرف کافی ہے. باقی جتنی مہارت حاصل کرو گے اتنا زیادہ اچھا ہے بھائی. وہ تو محنت پر ہے. اگلا باب لکھیے بھائی. آج اجوف کے باب شروع ہوں گے بھائی. اجوف کے ابواب میں کافی تعلیلات ہوتی ہیں. سب سے اوپر لکھ لیجئے بھائی ابواب اجوف. ابواب اجوف ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد. اب نیچے لکھئے بھائی باب اول اجوف واوی. باب اول اجوف واوی اسباب نصارہ. اسباب نصارہ چون القول گفتن. چون القول گفتن قاف دو نقطوں والا ہے بھائی. چون القول گفتن یعنی کہنا بات کرنا بھائی. جی گردان لکھیے آگے. قال یقول قولا. قال يقول قولا فهو قائل. فهو قائل. وقيل يقال قولا. وقيل يقال قولا فذاك مقول. فذاك مقول. لم يقل لم يقل. لم يقل لم يقل. لا يقول لا يقال. لا يقول لا يقال. لن يقول لن يقال. لن يقول لن يقال. الأمر منه قل لتقل. الأمر منه قل لتقل. ليقل ليقل. ليقل ليقل. والنهي عنه. والنهي عنه. لا تقل لا تقل. لا تقل لا تقل. لا يقل لا يقل. لا يقل لا يقل. والظرف منه. والظرف منه مقال والجمع مقابل. مقال والجمع مقابل. والآلة منه. والآلة منه مقبل. مقبلة مقبال. مقبل مقبلة مقبال. لکھ لیا بھائی. والجمع مقابل ومقابيل. والجمع مقابل ومقابيل. وأفعل التفضيل المذكر منه. وأفعل التفضيل المذكر منه أقول والجمع أقابل.
أقبل والجمع أقابل. والمؤنث منه قولا، يا کے ساتھ لکھنا ہے بھائی، قاف واو لام اور یا، اوپر کھڑی زبر لکھتے ہیں. قولا، قولیاتن، قولیاتن، قولن، قولن، قاف واو لام، قولن. لکھ لی گردان بھائی جی. اب آگے قوانین لکھئے بھائی. قانون نمبر ایک، قانون نمبر ایک، قال اصل میں قوالہ تھا، قال اصل میں قوالہ تھا. جلدی جلدی لکھئے بھائی، قوانین کافی ہیں بھائی. قال اصل میں قوالہ تھا، بروزن نصرہ، بروزن نصرہ. قانون ہے کہ جب، قانون ہے کہ جب واو متحرک سے قبل، واو متحرک سے قبل فتحہ ہو تو اس واو کو الف کر دیتے ہیں، اس واو کو الف کر دیتے ہیں. اس لیے واو الف ہوا تو قالا ہوا. قانون نمبر دو، یقولو اصل میں یقولو تھا، یقولو اصل میں یقولو تھا، بروزن ینصورو. نصارہ سے ہے نا، تو اسی کے مطابق ہم وزن نکالتے جائیں گے. قانون ہے کہ جب واو مضموم، قانون ہے کہ جب واو مضموم سے قبل ساکن ہو، واو مضموم سے قبل ساکن ہو تو واو کا ضمہ ما قبل کو دیتے ہیں، تو واو کا ضمہ ما قبل کو دیتے ہیں. تو یقول ہوا. قانون نمبر تین، قائلن اسم فاعل، اصل میں قاولن تھا، واو تھا. قانون ہے کہ الف اسم فاعل کے بعد واو یا یا آ جائے تو اسے حمزہ کرتے ہیں. تو قائلن ہوا. قانون نمبر چار، قیلا اصل میں قویلا بروزن نصیرہ تھا. کسرہ واو پر ثقیل تھا تو ما قبل کو دے دیا
تو ما قبل کو دے دیا تو قیو لا ہوا قیو لا واو ساکن بھائی قیو واو ساکن لام پہ فتحہ تو قیو لا ہوا پھر واو کو کسرہ ما قبل کی وجہ سے پھر واو کو کسرہ ما قبل کی وجہ سے یا کر دیا یا کر دیا تو قیلہ ہوا تو قیلہ ہوا قانون نمبر پانچ قانون نمبر پانچ یقالو اصل میں یقالو اصل میں یقولو یقولو بروزن ینصرو تھا بروزن ینصرو تھا واو کا فتحہ ما قبل کو دے دیا واو کا فتحہ ما قبل کو دے دیا تو یقول ہوا تو یقول ہوا پھر واو کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے پھر واو کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف کر دیا الف کر دیا تو یقال ہوا تو یقال ہوا قانون نمبر چھ قانون نمبر چھ قل صیغہ امر قل صیغہ امر تقولو سے بنا ہے تقولو سے بنا ہے علامت مضارع تا کو حذف کر کے علامت مضارع تا کو حذف کر کے آخر میں جزم دیا آخر میں جزم دیا تو قول ہوا قول واو بھی ساکن ہے لام بھی ساکن جزم اوپر لکھیں بھائی تو قول ہوا یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا یعنی اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا اور ایسے موقع پر اور ایسے موقع پر حرف مدہ حرف مدہ یعنی حرف علت کو حذف کرتے ہیں یعنی حرف علت کو حذف کرتے ہیں تو قل ہوا تو قل ہوا لکھ لیا بھائی اچھا فائدہ لکھیے بھائی فائدہ کلمات دالہ کلمات دالہ بر عیوب کلمات دالہ بر عیوب میں عموماً اعلال نہیں کرتے میں عموماً اعلال نہیں کرتے مثل عویرا یا عبارو عویرا عین سے ہے عویرا یا عبارو عوارن عوارن واو پہ فتحہ ڈالنا بھائی عوارن ای یک چشم شدن ای یک چشم شدن فہو اعور فہو اعور اعور صفت مشبہ ہے اعور صفت مشبہ ہے بمانے ایک آنکھ والا بمانے ایک آنکھ والا
يعني كانا، يعني كانا. لکھ لیا بھائی؟ اچھا بھائی، گردان بھی مکمل ہوئی اور قوانین بھی مکمل ہو گئے بھائی، سمجھ میں. اب ان قوانین کو ذرا سمجھ لیں بھائی. بھائی تمام صیغوں کی تعلیلات نہیں ذکر کی، آپ خود سمجھ لیں گے ان کو. کچھ موٹے موٹے قوانین ذکر کر دیے گئے بھائی. پھر یاد رکھیے ان قوانین کی کئی کئی شرائط ہیں مولانا، لیکن بہترین طریقہ ہے یہ مولانا شرائط کے بغیر بس صرف قانون ذکر کیا گیا. یہ قانون آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی، پھر شرائط آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بھائی. جی سمجھ میں آیا؟ تو شرائط کے وہ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے. بنیادی قانون یہ ہے مولانا، یہ قوانین جاری ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہ صرف موٹے موٹے قوانین ذکر ہوں گے، ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے اگر شرائط کو ساتھ ہی یاد کیا جائے. پھر یاد ہی نہیں رہتا، قانون ہی بھول جاتا ہے، اتنی اتنی شرائط ہر قانون کے اندر ہیں. تو یہ صرف کا عجیب طریقہ ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بڑا ماہر صرفی بن جاتا ہے بھائی. تو یہاں موٹا قانون یاد کر لیں گے، اگلی کتابوں میں پھر آپ اس کی شرائط پڑھیں. کئی کتابیں، جتنی کتابیں پھر آگے مزید پڑھ سکیں وہ جلدی جلدی انسان پھر کر لیتا ہے. جب بنیاد بن جائے، یہ ابواب بنیاد بنا دیتے ہیں بھائی. جب بنیاد بن جائے پھر آگے آسان ہے انشاءاللہ. جی اب ان قوانین کو ذرا سمجھ لو بھائی. دیکھو پہلا قانون قالا کے بارے میں ذکر ہوا. قالا اصل میں قوالہ تھا. دیکھو بروزن نصارہ، یاد رکھو جس صیغے کا وزن نکالنا ہے، ہمیشہ یہ طریقہ یاد رکھو، جس صیغے کا وزن نکالنا ہے آپ نے فوراً صحیح کے اندر جو وزن پڑا تھا، جو باب پڑا تھا، وہ والا وہی صیغہ وہاں نکال لو. تو ادھر قالا پہلا صیغہ ہے، ادھر نکالا نصارہ، اور یہ ہے واوی. سمجھ میں آیا؟ تو فوراً وزن آپ نے بنا لیا، نصارہ قوالہ. دیکھا قوالہ، معلوم ہوا یہ قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالہ تھا. پھر واو قانون ہے کہ واو متحرک ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت ہو، اور ما قبل اس کے فتحہ ہو تو اس واو کو الف کر دیتے ہیں، تو قالا ہو گیا بھائی. آسان سا قانون، جہاں یہ قانون، جہاں ایسی بات آئے گی آپ خود بدلتے جائیں گے بھائی. اچھا اسی طرح یقولو، یقولو مضارے کا پہلا صیغہ ہے. آپ نے صحیح میں کیا پڑھا تھا؟ ینصرو، یقولو. دیکھا فوراً یقولو، تو کوئی آپ سے پوچھے یقولو اصل میں کیا تھا، فوراً اس صحیح کے باب کی طرف دوڑ لگائیں بھائی، وہاں اس صیغے کو نکالیں اور ادھر سے اس کے وزن بنا لیں. یہ تو پتہ ہے آپ کو، یہ واوی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ الف وغیرہ جو ہوگا اس کی جگہ واو لے آئیں گے، یا ہی ہے تو یا لے آئیں گے. تو یہاں یقول بروز نے ینصرو کیسے ہوگا؟ یقولو، یقولو، ینصرو. پھر کیا کیا بھائی؟ قانون ہے کہ جب واو مضموم ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو تو اس کے واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں بھائی، سمجھنا. کیونکہ واو پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہیں. اسی طرح آگے آئے گا یا پر بھی ضمہ اور کسرہ کیا ہیں؟ ثقیل ہیں. تو لہذا واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا تو یقول ہوا. آسان قانون ہے. تیسرا قانون آپ نے پڑھا کہ قائلن، یہ حمزہ کہاں سے آیا بھئی؟ یہ اصل میں تھا قاولن، بروزن ناصرن. سمجھے؟ پھر کیا کیا واو کو، قانون کیا ہے کہ الف اسم فاعل کے بعد واو یا آ جائے تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ حمزہ سے. تو قائل ہوا بھائی. اسی طرح قانون اگلا آپ نے قیلہ کے بارے میں پڑھا. قیلہ اصل میں کیا تھا؟ قویلہ. ادھر دوڑ لگائی آپ نے بھائی، کون سا باب پڑھا ہے؟ نصرہ. اس کا مجھول صیغہ نکال لو، نصرہ قویلہ. تو قیلہ اصل میں کیا تھا؟ قویلہ تھا. پھر کیا کیا گیا؟ اب دیکھو اصل بنا کیا ہے؟ قیلہ، اور تھا کیا؟ قویلہ. اب قویلہ سے قیلہ بنانا ہے آپ خود بھی کر لو بھائی. کیا کیا؟ واو پر کسرہ ثقیل تھا، نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دیا. کیا ہوا؟ قبلہ، قبلہ، قبلہ. پھر کیا کیا بھائی؟
वाव को मा कबल कसरा की वजह से किससे बदल दिया, या से। या से, समझ में आया, तो कीला हुआ भाई। अच्छा अगला कानून आपने पढ़ा युकालु, युकालु असल में क्या था, युक्वालो। युनसरु, युकवलु, जी युनसरु वजन पर क्या निकला, युकवलु, युक्वालो फिर क्या किया कि वाव का फतहा ما قبل नकल करके मा कबल को दे दिया, फिर क्या बना, जी युकालो युकाउलु युकालो हुआ, फिर इस वाव को अलिफ कर दिया, क्यों, क्योंकि वाव मुतहर्रिक मा कबल फतह आया। वाव इस वक्त आप कहेंगे भाई इस वक्त तो वाव साकिन है, युकाउलु, समझ में, लेकिन असल में तो ये मुतहर्रिक था या नहीं, युकवलु, तो असल की रियायत रखी भाई, असल के एतबार से तो ये मुतहर्रिक ही है, जी तो मुतहर्रिक माकबल क्या आ गया, फतहा, उसको अच्छा किससे सर बदलते हैं, अलिफ 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 से, तो इस वाव को भी किससे बदल दिया, अलिफ 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 से, तो युकाल हुआ, समझ में आया भाई। जी जी कुल सीगा अमर भाई, अमर मुखातब का सीगा है, तो मुखातब मुजारे मुखातब से बनेगा, तकूलु किससे बनेगा, तकूलु, तकूलो जी आखिर से जजम दिया आखिर में, और शुरू से अलामत मुजारे गिरा दी, क्या बन कूल गया, कूल, कूल कूल, वो भी कूल साकिन, लाम भी साकिन, ये तो इज्तिमाई साकिनैन आ गया, और ये कौन सा है, इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद ही, अल्लाह जी क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही में अव्वल मद्दा हो और और सानी मुदगम मुदगम हो, यहाँ सानी मुदगम नहीं है, तो जी ये इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद ही है, तो लिहाजा इस सूरत में हर्फ मद्दा को क्या कर देते हैं, गिरा गिरा देते हैं, तो देते हैं हर्फ मद्दा यहाँ वाओ था उसको गिराया, तो क्या बन गया, कुल कुल हो कुल गया भाई, कुल कुल। उसके बाद एक फायदा जिक्र किया भाई कि वो कलिमात जो उयूब पर दलालत करते हैं, जो ऐब पर दलालत करते हैं, उनमें जी उमूमन इलाल नहीं करते भाई, इलाल, तो देखो हावीरा वो मुतहरिक माकबल फतहा है, जी लेकिन इसको आरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि किस पर दलालत कर रहा है, ऐब पर, हावीरा वो एक आंख वाला हुआ, समझ में आया, तो एक आंख वाला होना ये ऐब है भाई, तो जो माना जो कलिमात ऐब पर दलालत करते हैं उनमें एलाल उमूमन नहीं नहीं करते भाई, बात समझ में आ गई भाई। जी तो ये गर्दान खूब पुख्ता करो भाई, जिस कदर पुख्ता हो सके, तार कवानीन खूब याद करो और सीगों के अंदर इसका इजरा करो भाई, बस आज ये बाब आप याद करेंगे और फिर अगले सबक में इंशाल्लाह इसकी सरफे कबीर फिर मैं लिखवा दूंगा आपको भाई, समझ में, सरफे कबीर अगले सबक में इंशाल्लाह आ जाएगी भाई। जी चलिए बस मौलाना, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।